عارفين ان مباراه قويه ومباراه صعبه جدا. احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص، احنا نسينا المباراه الاولانيه ودلوقتي بنفكر في المباراه الثانيه، وان شاء الله زي ما الكوتش قال احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهره. اكيد طبعا المباراه الاولانيه طبعا مصطفى طبعا ادى مباراه قويه جدا، واي حد بيبقى في النادي الاهلي بيلعب في النادي الاهلي بيبقى قد المسؤوليه، انا او علي او مصطفى طبعا، يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير طبعا، اللي احنا بنتعلم منه كل حاجه في الادب والاحترام واللعب طبعا. ومصطفى شوبير بالنسبه لنا يعني هو اخونا الصغير، وهو كان يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه انا وعلي اتكلمنا معاه، وطبعا هو عمل ماتش كبير، وان شاء الله ده يعني اقل حاجه يعملها واللي جاي افضل ليه، ربنا يكرمه ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما نفكرش في الماتش اللي فات، احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبة لنا اللعيبة كلها اتحطت في الموقف ده، وهي عارفة يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجة في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراة قوية، مباراة تبقى مستمتعة للجماهير، وتبقى زي كوتش ما قال تبقى مباراة مميزة للكورة، دي اهم حاجه. اللعيبه مستعدين بشكل كويس، هم عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه، احنا بنلعب نهائي افريقيا طبعا، الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراه واحده. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده، واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمه المباراه، واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني، وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله. مش عارف صراحه السؤال بس تمام، يعني اكيد اي لعيب بيبقى موجود في القائمه بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز طبعا، دي الرؤيه الفنيه بتاعه الكوتش طبعا. احنا كلنا جاهزين، القائمه كلها ال 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، اي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضو انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، انا مش عارف ليه، احنا عندنا ماتش بكره تمام، واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام، يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات، انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام، انا عندي ماتش بكره، الفرقه كلها مركزه ماتش بكره، ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله.